الشخصي، توقعاتك ايه للمرحلة الثانية؟ ان شاء الله زي ما انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده، وطبعا هذه المرحلة العيون كلها على ما يسمى بكليات القمة، لكن انا متوقع من خلال تحليل الجدول التكراري بالنسبة للشرائح بتاعة الطلاب في السنة دي، الحد الأدنى للقبول فيما يطلق عليه بكليات القمة يتراوح بين 1 إلى 1.5%. لا بتكلم على المرحلة الثانية الأولى. لا بتكلم على الثانية. شوفي حضرتك، لما تعلن نتيجة المرحلة الأولى هيبدأ في حد أدنى للكليات التي تم شغل جميع الأماكن فيها. نعم. ويطلع معاها أيضا بيان بالكليات التي بها أماكن متبقية مفهوم المرحلة الثانية. أنا بقول لك توقعاتك، مفهوم اللي حضرتك بتقوله ده مفهوم. توقعات إن هيبقى في أماكن كثيرة لطلاب المرحلة الثانية، خاصة بالنسبة للقسم الأدبي في الكليات النظرية. بالنسبة للقسم العلمي هيتبقى أماكن في كليات الهندسة، تتبقى في الفنون الجميلة، في الفنون التطبيقية، الاحتمال في كليات أخرى من الكليات التطبيقية قليل، قد يتبقى في الطب البيطري، وليه أنا بقول لحضرتك قد يتبقى كده وبيبش أماكن كثيرة أستاذ عزة. بمعنى لو أنا في المرحلة الأولى مثلا كليات الهندسة تاخد 20,000 طالب، في المرحلة الأولى تم استيفاء حوالي 18,500 منهم كتبوا كليات الهندسة وتم التحقهم بيها، بس فاضل 1,500 مكان. كل كلية بقى فيها 150، فيها 200، فيها 300. فإذا مجرد مع نصف درجة أو درجة واحدة هي تبلى الأماكن دي، إنما بتنزل في المرحلة الثانية أماكن ما زالت شاغرة فيها أماكن لطلاب المرحلة الثانية. كلمنا عن التنسيق، وكلمنا على فكرة التظلمات. عايزة بقى أتكلم في جزئية بشكل محدد أستاذ رفعت. كتب الخارجية أسعارها اترفعت 40%. نعم. وامبارح كان معايا مداخلة تشرفت بيها، وكان في الرد على المداخلة من الشعبة قال لي الكتب الخارجية نسبة الزيادة فيها واصلة ل40%، السبب فيها الدروس الخصوصية والسناتر، وإنه كتاب الوزارة ما فيهوش نفس المعلومات أو نفس الشغل اللي حاصل في الكتاب الخارجي. نعم. تعقيبك إيه؟ يعني إيه؟ أنا يبقى كتاب الوزارة اتفرجت على الفقر. أنا استمعت للمداخلة كلها أستاذ علي. أي هو محق في جزء منها وغير محق في الجزء الآخر.